يعيش اللاجئون في مخيم الخزر شمالي العراق أوضاعا إنسانية صعبة في ظل أحوال الطقس الراهنة. ينضم إلينا من هناك مراسل الغد صهيب الفهدوي. صهيب، هل لك أن تطلعنا على تفاصيل المشهد والصورة في ظل هذه الأحوال الجوية والإنسانية الصعبة؟ نعم سينار، منذ 3 أيام يواجه العراق منخفض جوي شديد تسبب في تساقط الثلوج في المناطق في شمال وغرب العراق وحتى في العاصمة بغداد. أكثر ما يعني تسببت به هذه الثلوج من أضرار كان يتعلق بالمخيمات، خاصة مخيمات النازحين التي تنتشر في أطراف محافظة نينوى وفي أطراف محافظة أربيل. إذ يواجه هؤلاء النازحين في هذه المخيمات مشاكل تتعلق بتوفير وسائل التدفئة، كون معظم سكان هذه المخيمات هم يسكنون في الخيم. كما تشاهدين في الصورة من خلفي، تحاول وزارة الهجرة والمهجرين تقديم مادة النفط الأبيض التي تستخدم هناك في وسائل التدفئة، هي الوسيلة الوحيدة في هذا المخيم للتدفئة، سوى يضاف إليها ساعتين من الكهرباء توفرها إدارة المخيم لسكان هذا المخيم. أيضا تستخدم الكهرباء في التدفئة. في الحقيقة المشكلة الأساسية التي تعترض عودة نحو 1400 عائلة في هذا المخيم تتعلق بأسباب اقتصادية بحتة، وتتعلق بموضوع إعادة الإعمار، خاصة أن غالبية سكان هذا المخيم هم يعني منذ 4 سنوات إلى 6 سنوات تتواجد العائلات في هذه الخيم، يعني مصدر وجودهم أو حياتهم الأساسي هو المساعدات التي تقدم من المنظمات الدولية ومن وزارة الهجرة ومن الجهات المانحة. عدا هذه المساعدات لا توجد أي طريقة لتأمين حياتهم، لا يستطيعون العودة. بالعكس، هنالك عائلات خلال 2019 كان هنالك ايضا هجره، ليس لاسباب تتعلق بداعش او الحرب او الصراعات كما كان يحدث في العراق، بل تتعلق باسباب اقتصاديه بحته. غالبيه سكان هؤلاء هذه المخيمات ليس لديهم اماكن للسكن، ليس لديهم وظيفه، ليس لديهم عمل، لا يستطيعون. نعم صهيب. صهيب الفهداوي مراسل الغد من مخيم الخازر للاجئين بشمالي العراق، شكرا جزيلا لك.